إذن متابعينا الكرام نتواصل بتواصل أشواطنا وتحديات هذه الشعارات وهذه الأسماء. ينطلق شوطنا السابع للجعدان المحليات الأصايل من مسافة أيضا 5 كيلومترات. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. هكذا ينطلق هذا الشوط. ياتي معزم مع المركز الأول والقيادة الأولى لسعيد محمد بن خيرة العفاري، ياتي مقدما لنا معزم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني ياتي مشكور لسهيل بن رملي بن محمد العامري، بينما ثالث الأسماء التواصل من جزيل لناصر بن يعان بخلفان الشامسي، ياتي مقدما لنا جزيل مع المركز الثالث. رابع الأسماء التواصل من راهي لمحمد الخزاع بن محمد بن صقوح العامري، ياتي في هذه اللحظات على رابع الأسماء. وخامس الأسماء التواصل في هذه اللحظات من شاهين لمحمد بن سعيد بن حمد الدرعي، بينما الوصول والقدوم في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام. هناك أيضا القادم في هذه اللحظات على سادس الأسماء مشاهدين الأعزاء. في هذه اللحظات يتقدم زاهي لسالم بن كاسم بحلوس العفاري، بينما سابع الأسماء ياتي في هذه اللحظات ويتقدم متابعين الكرام المختبر لقشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي، مقدما لنا أيضا المختبر على سابع الأسماء. وثامن الأسماء ياتي راهي لسعيد بن خير بن عيضة العفاري. هنا متابعين الكرام على ثامن الأسماء وتاسع الأسماء الوصول من هملول لمحمد سهيل بالدليلة العامري، يتقدم في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام، بينما الوصول على عاشر الأسماء التواصل في هذه اللحظات من شاهين لسالم بن حمد بالدليلة العامري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع. عودتنا إلى مقدمة الشوط. إذن متابعين الكرام نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى من خلال هذه الاندفاع وهذه الانطلاقة من خلال أيضا هذه أيضا تواجد هذه الشعارات والأسماء. عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى أيضا المركز الأول شاهين لمحمد بن سعيد بن حمد الدرعي، ولكن هناك الوصول القدوم في هذه اللحظات من جزيل لناصر بن يعان بخلفان الشامسي، يصل في هذه اللحظات مقدما لنا جزيل من خلال هذا الانطلاق وهذا الاندفاع،
بينما المركز الثاني ياتي راهي لسالم بن عبد الله بن يطبع العامري والوصول على رابع الاسماء في هذه اللحظات. ياتي راهي لمحمد الخزاع بن محمد بن صقوح العامري ياتي على رابع الاسماء، وخامس الاسماء ياتي مشكور لسهيل بن رملي بن محمد العامري مقدما ومتقدما مع مشكور بهذا الاداء الرائع والجميل. بينما المركز السادس هنا الوصول من راهي لسالم بن كاسب الحلوس العفاري، بينما الدخول الدخول على سابع الاسماء في هذه اللحظات راهي، وهناك ايضا سعيد بن خير بن عيضه العفاري يقدم لنا راهي على سابع الاسماء وثامن الاسماء. الدخول في هذه اللحظات والوصول مشاهدين لسالم بن حمد الدريله العامري، وهنا الدخول الاخر في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء ياتي معزم لسعيد بن محمد بن خيره العفاري على ايضا تاسع الاسماء وعاشر الاسماء، ياتي المختبر لقشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي. هذه النتيجه والتبادل السريع ما بين الاسماء والشعارات، فان دل هذا على شيء يدل على قوه المشاركه وقوه الاسماء الحاضرة والأيضا والمشاركة في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة. ونحن قادمون إلى لوحة واحد، لوحة واحد والرب واحد. الله يا الكيلو المتر الأخير، الله يا الأسماء اللي ظهرت، الله يا الأسماء اللي وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء. هناك أيضا بن كاسب ياتي مع زاهي سالم بن كاسب الحلوس العفاري مقدما لنا زاهي على المركز الاول والقياده الاولى، بينما المركز الثاني يتواصل في هذه اللحظات من شاهين لسالم بن حمد بن دليله العامري هنا يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذا الاندفاع، بينما هناك الوصول والتسلل في هذه اللحظات والقدوم من راهي لمحمد بن خزع بن محمد بن صقوح العامري ياتي مع راهي. ولكن هنا ايضا ياتي متابع كرام شاهين يعود من جديد، هنا شعار الدرعي محمد بن سعيد بن حمد الدرعي هنا يتقدم بهذا الاداء، ولكن بالدليله اهالي الميدان يتسللون يتقدمون في هذه اللحظات مع شاهين وس سالم بن حمد بن دليله هنا بالوعي العامري، وبن كاسب بن كاسب يبي يكسب الناموس يبي يكسب الانتصار، يقدم لنا زاهي 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 اسم على مسمى. هنا متابعين الكرام ياتي بأداءه الراهي، ياتي بأداءه الراهي، ياتي بشكله الزاهي، وسالم بن كاسب بن حلوس العفاري احد الاسماء الرائعه مع هذا العالم الساحر. وسلام يا بن كاسب سلام، من كسبت الناموس والانتصار. تهانينا والناموس لسالم بن كاسب بن حلوس العفاري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك شعار ايضا بن قشاط اتى مع المختبر، اتى مع المختبر نعم بالفعل. هناك الدخول الرائع والجميل لقشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي مع المختبر من الزاوية الصعبة، بينما المركز الثالث اتى متابع كرام شاهين لسالم بن حمد الدليل العامري رابع الاسماء. المركز الرابع وصل ايضا متابع كرام شاهين لمحمد بن سعيد بن حمد الدرعي. المركز الخامس وصل ايضا هملول لمحمد بن سهيل بن دليل العامري، اتى مع هملول متابعين الكرام بشعار بن رميله. هناك ايضا سهيل بن مبارك بن رميله العامري. اذا تهانينا مشاهدي الاعزاء لمالك ايضا هذا الشعار، ومن قدم لنا ايضا هذا الشعار الرائع والجميل مع زاهي سالم بن كاسب بن حلوس العفاري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 7:42 61 جزء من الثانيه، بينما المركز ايضا متابعين الكرام تهانينا اذا متابعين الكرام تهانينا والناموس لمن قدم لنا زاهي بهذا الاداء الرائع والجميل. تهاني لسالم بن كاسب بن حلوس العفاري على هذا الفوز والانتصار مع هذا التوقيت الزمني 7:42 61 جزء من الثانيه. ونذكر ايضا متابعي الكرام بانطلاقه سن الفطامين نجوم المستقبل.